للمزيد حول تداعيات الأزمة في سوريا والاتفاق التركي الروسي في ظل استمرار الانتهاكات ضد المدنيين ويعني خرق الاتفاقات السابقة، ينضم إلينا الأستاذ ياسر النجار، متخصص في الشأن السوري، عبر سكايب من إسطنبول. أستاذ ياسر، بداية مرحبا بكم. بحسب مصادر صحفية، أن الجيش التركي يعني بدأ بإقامة كاميرات مراقبة على طريق حلب اللاذقية، يعني ما المستجدات التي دفعت الجيش التركي للعودة للتمركز عن طريق كاميرات مراقبة؟ مساء الخير لكم ولمشاهديكم. حقيقة ما يحصل الآن على طريق الانفور هو استكمالا لما يعرف باتفاق موسكو الذي جرى في حوالي منذ سنة، يعني في آذار عام 2020 كان الاتفاق بمقتضاه يقول على أنه ستسير على هذا الطريق الدول الانفور دوريات مشتركة تركية وروسية، وستكون يعني منطلقة من مناطق سراقب الى وصولا يعني في ادلب وصولا الى محافظه اللاذقيه. اتكلم عن طريق الانفور الذي هو معروف عنه طريق حلب اللاذقيه. بتصوري يعني كما نعلم جميعا تم وقف هذه الدوريات نتيجه عمليات استهداف للدوريات المشتركه. طبعا طبيعه الاستهدافات سنتكلم عنها، ولكن اقول ان ما يحدث الان على الارض هو تثبيت كاميرات من اجل عدم تمكين بعض المجموعات التي لطالما سعت إلى إفشال مثل هذه الدوريات، وكان هناك عمليا زراع لبعض الألغام في الطرقات. الآن تركيا تقوم بمراقبة الطريق الانفور ابتداء من سراقب وصولا إلى حدود الإدارية لمحافظة اللاذقية عبر كاميرات مراقبة ونقاط مراقبة منتشرة على طول هذا الطريق. إذا في نهاية الأمر تركيا تحاول أن تمكن حالة العودة الآمنة بين قوسين التي كان من المفترض أن تقوم من خلال الاتفاق الروسي من أجل تفعيل طريق الدولي على المسار المدني الإنساني التجاري وما شابه. أتكلم الآن لماذا لا يعني لا يوجد إرادة بالنسبة للحاضنة الثورية في هذه المنطقة، ومن أيضا المعني بإفشال هذا المشروع. أولا الحاضنة الثورية لديها مشكلة حول أن كان هناك وعود لعودتها إلى مناطق تم يعني السيطرة عليها من قبل قوات النظام، وكان هناك اتفاق يسبق ذلك الاتفاق ما بين تركيا وروسيا على أن لا يكون هناك تغول في محافظة إدلب. أتكلم عن مناطق خان شيخون ومعرة النعمان. كل هؤلاء يشعرون بغضب، وخصوصا أن هناك عمليات ما تزال تقوم في مناطق جبل الزاوية يعني من خلال قوات الميليشيات الإيرانية. كل هذا يشعر يعني يكون هناك ضغط على بعض الفصائل، لماذا تسير دوريات آمنة، ولماذا يتم تمكين مشروع إمرار الخط التجاري في هذا الطريق ونحن في نفس اللحظة لم نعد إلى بيوتنا، وما تزال هناك عمليات عسكرية في مناطق جنوب هذا الطريق. إذن الميليشيات الإيرانية عبر ضغطها في عمليات عسكرية واستهداف لمناطق ما يعرف مناطق جبل الزاوية هو الذي يخلق هذا الضغط على الحاضنة الثورية وبالتالي على الفصائل لكي لا يكون هناك تسهيل لهذا الأمر. أنا لا أتكلم عن كل الحاضنة الثورية، أتكلم عن الحاضنة المعنية في هذه المناطق على وجه التحديد. هناك أيضا بعض الفصائل التي عبرت جهارا على أنها غير راضية عن هذا الاتفاق. أتكلم عن بعض الفصائل الغير يعني محلية، وخصوصا ما يعرف أنصار الدين التي يتم تصنيفها على أنها محسوبة على القاعدة. يعني الوجود التركي في هذه المناطق كيف يعني تتوقع، ما توقعاتك للمواقف أو موقف كل من النظام الأسدي والحليف الإيراني للوجود التركي؟ الوجود التركي بالنسبة للحاضنة الثورية لا يوجد عليه أي اعتراض، إنما الاعتراض على الدوريات المشتركة. أتكلم بوجه الخصوص على الدوريات الروسية التي ستمر بهذا الطريق، هذا ابتداء. بالنسبة لإيران ترى أن أي اتفاق روسي تركي مباشر هو عمليا إغفال وجود إيران على الخريطة على الأرض، وبالتالي أبدت إيران أكثر من مرة امتعاضها، وبدأ كان هناك تجاوزات أيضا على مستوى الميليشيات الإيرانية، وكما ذكرنا أنهم يشكلون حالة ضغط واستهداف للمدنيين أو لمناطق الفصائل في مناطق جبل الزاوية، وبالتالي إيران تعبر بشكل واضح من خلال عملها العسكري على أنها غير راضية. أما بالنسبة للنظام فالنظام لا حول له ولا قوة، ولكن التصريح الأخير الذي قدمه بشار الأسد منذ أيام كان يتكلم بشكل واضح على أن ما يحدث في إدلب هو تنسيق روسي تركي، وأنه يعني كأنه عبر على أنه لا يستطيع بناء على هذا يعني غير معنى بهذا الاتفاق. إذا بشار الأسد يعبر عن حالة امتعاض، ولكن في نهاية الأمر لا يملك من أمره شيئا. يمكن أن تكون هذه التصريحات للاسترضاء
الجانب الإيراني. رغم الاتفاق الروسي يعني التركي لخفض التصعيد، يعني على ذكر الحليف الإيراني تفضلتم بذكره، يعني حليف بشار الأسد إيران كما هو معلوم، بحسب المرصد السوري إيران جندت أكثر من 18 أو نحو 18 ألف خلال الأشهر الماضية للقتال في سوريا. ما كيف تقرأ ذلك؟ هل نحن الآن أمام موجة جديدة من العمليات العسكرية؟ يعني بتصور إيران ترسل رسالة مفادها على أنها لا تزال موجودة وبشكل فاعل في سوريا من خلال العناصر والميليشيات التي ترعاها. بتصور هذا العدد أعطى مؤشر رسالة على أنه قد تكون هناك بعض حالة العمليات العسكرية في مناطق شمال شرق سوريا على وجه التحديد، نتيجة الاحتكاك الإيراني الأمريكي في الآونة الأخيرة في نهاية عهد فترة ترامب. ولكن أيضا يعني لي أن هناك حالة طمع وحالة ضغط على الأرض من خلال تواجد مثل هذه الميليشيات حتى في مناطق ما يعرف في شمال غرب سوريا إدلب على وجه التحديد. أنا بتصوري إيران ترسل رسالة واضحة وجلية بأنها موجودة عسكريا على الأرض ولن تقبل بأي اتفاق يستثنيها، وفي نهاية الأمر هي سيكون لها يعني حظ أو دور كبير في أي عملية سياسية، وواضح أنها ترى بالعملية السياسية تكريس وجود بشار الأسد، تكريس وجود الميليشيات الإيرانية وحالة الفشل للدولة السورية وإيصال سوريا إلى دولة فاشلة بكل معنى الكلمة كما هو شأنها في أي دولة تدخلت فيها إيران. طيب سيد ياسر، ماذا عن يعني فشل الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف؟ إلى أي مدى ترى أن النظام السوري نظام بشار الأسد يتحمل مسؤولية هذا الفشل؟ يعني بتصوري النظام بشار الأسد منذ القرار الدولي 2118 وبداية مسار ما يعرف جنيف بالنسبة للتفاوض السياسي وحتى هذه اللحظة كان حضوره في جلسات المفاوضات سواء في جنيف كما ذكرت أو في اللجنة الدستورية حاليا أو في هيئة التفاوض، كل هذه المسارات التي كانت يعني بالنتيجة كان النظام يحضر لمجرد الحضور ولكن لا يجير أي يعني إرادة في الإنجاز أو في التقدم نحو إيجاد حل سياسي. إذا النظام يعطل كل هذه المسارات في نهاية المطاف، ولكن النظام يستمد قوته من خلال الرعاية الروسية. روسيا هي أيضا معنية بتعطيل هذا المسار. روسيا تجد أن مثل هذه المسارات السياسية وظيفتها إملاء الوقت والفراغ من أجل إعادة تمكين بشار الأسد وإعادة تدويره وإعادة تدوير العلاقات. ما فاجأ روسيا هو قرار سيزر الذي صدر وبدأ تطبيقه في العام الماضي. هذا القرار هو الذي ألغى أو أفشل خطة إعادة تدوير النظام على المنحى السياسي. بتصوري المسار اللجنة الدستورية الآن كانت مؤشراته واضحة على أنه سيفشل، ولكن وجدنا أن المستجد في الأمر هو محور الأسيساني، عقد على هامش يعني في جنيف في نفس المكان محور الأسيساني الروسي والتركي والإيراني، يعني لأن هناك محاولة روسية لإعادة تنشيط مسار الأسيساني فقط من أجل أن تقول أنها فاعلة سياسيا خشية من أن يكون هناك للإدارة الأمريكية الجديدة قرار جديد بخصوص التدخل أو أن يكون هناك تأثير مباشر للإدارة الأمريكية في سوريا ليس كشأنه في فترتي أوباما وترامب. شكرا لك أستاذ ياسر نجار المتخصص في الشأن السوري، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول.